شي هاد الانديه الوطنيه التي تنافس على المستوى القاري بعيدا عن الاختلالات اللي كاينه وغياب الحكامه ومجموعه ديال الملاحظات المسوء تسير وكره برافو لهم. نقول لك علاش ينافسون في تظاهره اغلى بكثير واشق بكثير من عصبه الابطال الاوروبيه. عصبه الابطال الاوروبيه سهله من حيث التكاليف والتنقل. راك انت وكلنا كنديروا جولات تلعب في مدريد وتبات في ساعه ساعتين عرفتي افريقيا ثمانية سوايع وبعض المرات خصك تدوز للخليج ودوز خصك شي سيمانه افريقيا تدوز على الخليج بزاف. وبالتالي كذلك كاين اجتهاد كذلك تنافس انديه مصريه ميزانيه ضخمه انديه ديال جنوب افريقيا ميزانيه يعني فلكيه بالنسبه لنا انديه تونس واخا كان طاحت في مستوى هذه الماس وكره برافو للانديه برافو اليوم اللي ضامنين واحد الحضور الوداد برافو للوداد برافو للبركان. كنا كنتمناو صراحه الجيش الملكي بعد العوده لعصبه الابطال تعيدنا للذكريات الجميله الذكريات ديال التيمومي 85 ولكن للاسف شلو كيطير حتى الباتش حلي تظلم 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 صراحه تظلم تظلم. ولكن شوف سي مصطفى ملي كتلعب تجربة هكذا خصك تروح الاحتياطات ديالك تضيعتي الفرصه في الرباط واش كتقلب عليها في الجزائر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.